تمام، احنا كنا لسه بنتكلم على الريكوير جي اس وبنقول ان هي بتظبط لنا الابعاد والموديولز والتعامل مع الملفات و و و. خدنا بروجكت كبير، فانا مثلا عندي جي اس، مش بس جي اس بقى فايلز، انا ممكن اكون مثلا يعني بعمل سيستم بتاع سكول مثلا، او سيستم بتاع اكاديمي، ولا سيستم بتاع هوسبيتال، ولا سيستم حاجه كبيره. كمان فانا ممكن يكون عندي ملفات كتير، فانا ممكن انا نفسي مقسم الفولدرات مثلا، في المثال الشغل بتاع الدكتورز مثلا فولدر جواه سكريبتات جي اس مثلا، سكريبت انا طبعا المفروض تبقى سماح ليها معنى، بس انا بوضح لكم ان الفكره ممكن تكون كبيره، فاهمني؟ يكون ملفات جوه ملفات جوه ملفات جوه ملفات والى اخره، وانت عمال تقسم في الشغل بتاعك، فانت محتاج حاجه تمانج الملفات دي ملفات الدكتورز مثلا، ممكن ملفات مثلا تعمل فولدر تاني مثلا البيشنت مثلا، تمام، وتبدا تعمل ملفات جوه البيشنتس مختلفه، جوه البيشنت اكتب مثلا بات 1 مثلا دوت جي اس، وعندي ملفات الى اخره يعني. فانا عايز اقول ان ممكن البروجكت بتاعك لو متقسم جوه فولدرات وفولدرات جواها طب ده الصح، انك تقسم شغلك ما تبقاش كل الحاجات كلها حاجه واحده على بعضها وخلاص. طيب احنا قلنا ان الريكواير هو اللي جاي ينظم العمليه دي، وكنا بدانا نقول الباسز، ودي برضه من ضمنها انك تنظم الباسز دي بشكل كويس. يعني مثلا ممكن اقول مثلا الدكتورز، لما اقول كلمه دكتورز وانا عايز اديله بقى المسار بقى كامل بقى على بعضه، وانا مش عايز اتعب اتعب نفسي، اقول له هو جي اس خش على مثلا دكتورز ماشي، خش على مثلا ملف اللي اسمه مثلا سكريبت 1 مثلا، سكريبت 1 هو ده الرئيسي بتاع الدكتورز، فاهمين الفكره؟ عندي مثلا بيشنت، لما اقول كلمه بيشنت دكتور او بيشنت كده مثلا، يبقى انت هتروح على جي اس على بيشنتس على بات 1 مثلا الى اخره، تمام، وغيره وغيره وغيره. وانظم الباكجز بتاعتي انا تبقى مترتبه بشكل منظم، مش عشان ما اقعدش اديرها جوه ملف ال HTML وكل ال HTML جوه جافا سكريبت جوه سي اس اس وكل ده الدنيا عين. وممكن اعمل اختصار لملف الجي اس بتاعي، الفولدر بتاع الجي اس، يعني ممكن مثلا اعمل اب، لما اقول اب، لما احب اتكلم اقول اب، يبقى انا اقصد تطلع بره، اقصد انك انت تطلع نقطتين وسلاش يعني تطلع بره الفولدر، تمام، وهتلاقي ملف اسمه جي اس مثلا كده. ده ايه؟ لما اقول اب اكنك طلعت بره الفولدر الرئيسي ودخلت على ملف فولدر اسمه جي اس، يبقى كده على الرئيسي. فلما اقول اب يبقى انا بتكلم على الرئيسي، معناها من الاخر فانا اديت اسم هنا للفولدر ذات نفسه، اسم بقى اقدر استغله. كل دي مسارات هو بينظمها، دي اسمها كونفجريشن. دي اسمها ايه؟ الكونفجريشن. اديتك كم حاجه كده في الكونفجريشن مهمين، ومهمين قوي واضحين وهنستغلهم، والاوراكل جيت قايمه عليهم وبتستغلهم برضه بشكل واضح جدا. ده كله الكونفجريشن، تمام؟ في بقى حاجه اسمها ريكواير جي اس، ريكواير جي اس، وقايل له بقى انا عايز استدعي ايه هنا؟ ممكن اقول له عايز استدعي ملف اسمه مثلا مثلا، خش على اب. حد يقول لي يعني ايه اب؟ يعني ايه اب؟ اب اهي اللي هي يطلع على الفولدر الرئيسي وخش على الجي اس، مهما كنت انت موجود فين. الفولدر الرئيسي وخش على الجي اس. دي معنى كلمه ايه؟ اب. وملف اسمه مين؟ مثلا. يبقى اكيد جوه الجي اس هنا في ملف اسمه ايه؟ معناها ان في ملف اسمه مين دوت جي اس موجود. دي معنى اللي احنا عملناه. انا بقول له ريكواير جي اس وخش على اب، هات من هات لي مين؟ خلاص فهمت. ممكن برضه بنفس الاسلوب اقول له على سبيل المثال مثلا اقول له، ممكن طبعا اكون مثلا الدكتورز مش مركب لغايه السكريبت مثلا لغايه هنا، والبيشنت ممكن يكون مش مركب لغايه هنا مثلا، فاقدر اقول له مثلا ايه، خش على دكتور خلاص عرف، ومن جوه دكتور هات لي مثلا ايه، هات لي سكريبت 2 مثلا، هات لي الباكج اللي اسمها سكريبت 2 خلاص. و و و اللي انا عايز استدعيه بحطه هنا بالشكل ده كلمه الكواد جي اس، واكتب الملفات الرئيسيه اللي انا عايز استدعيها. فهمتوها كده؟ دكتور لو سمحت،
اتفضل. هو في سؤال جاي في دماغي، بس انا مش عارفه اذا كان يعني مظبوط اساله ولا ايه. هو مش مهم، هو اللي انت منين غير لما تسأل، ده العادي. طيب ماشي يا دكتور. بص حضرتك قلت نعمل سكريبت للدكتورز وللبيشنت، طب معنى كده ان ده زي التيبل في الداتابيز، كل ده يعني كل التيبلات اللي هعملها في الداتابيز هتبقى كده. طب اربطها بالداتابيز مع الجي كويري كده ولا ايه اعمل؟ لا قصة الداتابيز دي لسه قصة بعيدة، بس لكن انا حضرتك حاولت برضو الفكرة. لما جيت قلت حاضر. دلوقتي من الدكتور اجيب السكريبت، طب ما الداتابيز انا بجيب منها بيانات طبعا ده بس سكريبت حاجة تانية. انا فاهم طبعا، هو قريب اقرب اكتر للناس اللي هي ممكن تكون قديمة او اشتغلت في بروجرامنج لانجوج، اكنك بتعمل كلاسز او موديولز ايوه وتتجمع جوه الايه السكريبت الكلاس بتاعك، تمام؟ فهي زي كلاسز يعني، لكن يعني هي يا كلاس دكتور مش مقصود بيها. تمام اتفضل. الكلاس ده يعني كمفهوم بيبقى يعني مقابل لتيبل جوه الداتابيز، والاوبجكت منه مقابل لحاجه اسمها رو جوه الداتابيز. لكن احنا لكن المفهوم لو انت بتقارني، لكن هو المفروض ان جوه الدكتور او البيشنت انا ممكن اكتب سكريبت مالهاش اصلا علاقه بالداتابيز ولا بالبيانات ولا باي حاجه. يعني الموضوع هنا اوسع، هنا برمجه، انا مش لازم اكون مرتبط بالداتابيز، مش لازم اصلا، فاهمني؟ لكن احنا بنقول للتقريب الفكر الكلاس في البروجرامنج بيقابل تيبل في الداتابيز، الاوبجكت بيقابل مثلا رو جوه الداتابيز جوه التيبل كده يعني، لكن مش يعني انت قربيها لنفسك كده، قربيها لنفسك، لكن هي مش كده، مش كده بس. مش تيبل يعني مش مقصود بيه لا تيبل طبعا تمام. تمام، لكن انا ممكن في وانا بعمل اناليسز اعمل التيبل اللي عندي اعمل له كلاس زي ما انا عامل كده اسمه دكتورز، وهو اصلا ليه عندي تيبل في الداتابيز وعايز اعمل ممكن الف كده، بس مش شرط، من قصدي كده. تمام؟ ماشي مش تمام كده. طيب انا كده عملت اعدادات فقط ولم استدعي الا الملف اللي اسمه مين الرئيسي فقط، قلت هو ده الملف الرئيسي انا كده، بس ده ملف الاعدادات بتاعتي، وهو عارف انه اول ملف هيقومه هو ملف اسمه مين، هو ملف اسمه ايه، اسمه مين بس، والمين بقى هو اللي هيتصرف، والمين ده هو اللي ايه هو بقى اللي بيشتغل خلاص. ده كده اعدادات بس ولا اكتر ولا اقل. يعني من الاخر انا كل اللي عملته ايه عشان الخص لغايه دلوقتي، دخلنا روحنا بس استدعينا في الريكورد جي اس بس ما استدعيناش اي حاجه تانيه خلاص، وعملنا ظبطنا الاعدادات بتاعته ورنا له المسارات والفولدرات وظبطنا ورتبنا الكلمات بتاعتنا وكل حاجه زي الفل، تمام كده ماشي. وبعدين قلنا له روح على الرئيسي اللي اسمه مين ده، هيبقى هو اللعبه بتاعتنا خلاص، المين اهو، وابدا بقى انا اشتغل جوه الايه جوه المين بتاعتي واستدعي اللي انا عايز استدعيه. طب تعالى مثلا تعالى نقول ان المين دي عايز سبع سكريبت واحد وسكريبت اثنين ومش عايز سبع سكريبت ثلاثه على سبيل المثال، تمام كده. بعمل ايه؟ بكتب require جي اس، بفتح الاكواس بتاعتي وجاي هنا بقى ايه في الاكواس array، وقايل له ايه انا عايز استدعي السكريبت. طبعا السكريبت ده ممكن يكون باكج سكريبت 1، عايز استدعي سكريبت 1، ده كده اول ايه اول حاجه انا عايز استدعيها، مفهومه؟ طيب وعايز استدعي سكريبت 1 ده ممكن يكون مثلا باكج 1 باكج 2 كده، باكج انت عامل فيها شغل كتير مش بس مجرد سكريبت بسيط يعني، بس عشان نفهم الفكره فبنعملها بشكل بسيط. وعايز استدعي سكريبت 2 او سكريبت 3 مثلا، بخلص مثلا، تمام كده. انا عملت ايه؟ عملت استدعاء للسكريبتين دول، اكن ربطتهم بشكل منظم جدا، كوما واكتب فانكشن واشتغل. هنا اهو الكود بتاعي، هنا بكتب الكود بتاع اللي انا عايزه، بس وانت بتكتب الكود اطمن ان انت كده هنا اهو فاهمني مستدعي السكريبتين. لا لا يعني يعني الملف المين ده مش هيشتغل الا لما يحمل سكريبت 1 وسكريبت 2 3 بس، ومنظمين ومرتبين بشكل مش معقد ولا شيء، فاهم؟ هاجي اقول كونسول دوت لوج مثلا المين سكريبت is running، عايز اعلق انا بس كده المين سكريبت لما هيقوم، المين سكريبت لما هيقوم المفترض يبقى مستدعي سكريبت 1 وسكريبت 3، خدوا بالكم بقى
انا هرجع للملف اللي احنا شغالين، بس مش هشغل اندكس 1، احنا شغالين على اندكس 2 صح؟ اندكس 2 هدوس اندكس 2 واعمل دخول. طبعا قال لي في سكريبت 3 ده بيستدعي جي كويري، والجي كويري مش متعرف. قلت له انا اسف صحيح، الجي كويري مش متعرف عندي، خلاص معلش خليها سكريبت ايه؟ سكريبت 2، لان احنا مش عايزين نشتغل بالجي كويري دلوقتي، احنا بس سكريبت 1 وسكريبت ايه؟ وسكريبت 2. تعالى نرجع نعمل ريفريش. قال لي ماشي. قال لي ويلكم تو جافا سكريبت. كود الجافا سكريبت ام. جود مورنينج. وقال لي مين سكريبت از ران؟ السكريبت الرئيسي ام صح؟ يبقى انا كده في الاندكس 2. في الاندكس 2 ادينا اشتغلنا اهو. تمام؟ تلاحظوا ان ويلكم تو جافا سكريبت واللي هو جود ايفنينج ده، جود ايفنينج ده، ده سكريبت 1. ده سكريبت 1. ليه؟ لان احنا في المين استدعينا مين؟ استدعينا سكريبت 1. فاوتوماتيك اشتغل، واشتغل قبل المين سكريبت. واشتغل قبل المين ايه؟ المين سكريبت. يبقى سكريبت 1 اشتغل قبل المين سكريبت اوتوماتيك. ليه؟ لان ده بقى ايه؟ انت بتقول له لازم دول يشتغلوا عشان ده يقوم. انت اللي قايل له كده، وبناء عليه هو راح قوم ده وقوم ده، وبعد كده قوم ايه؟ قوم المين. واحد يقول لي طب سكريبت 2 ما اشتغلش. سكريبت 2 ما اشتغلش صح؟ طب نروح نشوف سكريبت 2. سكريبت 2 فيه ايه؟ في فانكشن، ما فيهوش كود مكتوب مباشر، في فانكشن، ولازم الفانكشن عشان تشتغل لازم تستدعيها. الفانكشن عشان تشتغل لازم ايه؟ تستدعيها، ولذلك هي ما اشتغلتش. انت ما استدعيتش الفانكشن. لكن لو انت كاتب كود في الشارع كده حر كده، يعني قلت له كونسول دوت لوج كده، قلت له ده سكريبت 2 لودد بقى مش راننج، لودد تحمل في الميموري يعني، بس كلمه سكريبت 2 تحمل في الميموري بس. وارجع هنا اعمل ريفريش، هتلاقي ايه؟ ويلكم وجود مورنينج بتاعت سكريبت 1 اشتغلت الاول، وسكريبت 2 لودد اشتغلت الثاني، وفي الاخر المين سكريبت قام. وفين سكريبت 3؟ مالناش دعوه بيه. ليه مالناش دعوه بيه؟ لان احنا ما استدعيناهوش اصلا في المين جي اس بتاعنا الرئيسي. احنا اصلا قلنا بس شغلنا الاثنين دول، هو ما شغلش غير اللي احنا قلنا له عليه، لكن ما عملش لود لكل الحاجات في الميموري وشغلها، وهي دي الحته المهمه جوه الريكوير جي اس. بس لا طبعا، وتنظيم الملفات، انا لو كنت بالجافا سكريبت انظم الملفات دي، يعني تخيل بس انا عندي كام ملف ادي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 جوه الاندكس دول كلهم. تخيل انا جوه الاندكس عمال اكتب ايه؟ 9 سكريبت دوت مش عارف ايه، سكريبت سكريبت كذا، سكريبت كذا، سكريبت كذا، سكريبت 9 مرات، وانا لسه اصلا بعمل اكزامبل. تخيل ده بروجكت، كان هيبقى طبعا مشكله كبيره جدا، وهيبقى اكواد كتيره جدا. في نفس الوقت كلها بتلود في الميموري، وانا مش عايز كلها تلود في الميموري، انا عايز بس اللي انا عايزه اللي بستخدمه ساعتها بس. شاشه ثانيه ما بتستخدمش الدكتورز، ليه تحمل ملفات السكريبتات بتاعت الدكتورز في الميموري؟ فاهمني؟ فبينظم كتير وبيرتب كتير وبيرتب الملفات وبيسرع الدنيا وبيرتب الشغل بتاعك بشكل محترم جدا. ها يا شباب، في اي سؤال كده في الريكوير ولا واصله؟